إذا انتهى من قضاء الحاجة لابد أن يطهر البدن، يطهر المكان الذي خرج منه البول والغائط. شاحشت قوش دينويل جو دي عائشي بيخكي متك بيغل هم غطسن يسو. نعم، والطهارة تكون إما بالماء يو إتسان ولرمو خلشتو ألجا خيتاني خلشتو يس أو بالحجارة المناديل يا طوق تاني يا كيخت تاني. الحجارة المناديل يشترط لها شروطا منها أتكيخ تاني أتون تاني تأنو لرتونة تعت بيخكم شبوم أن تكون طاهرة لا نجسة إكيخ مسا إكيخ مسا الله إشتلهما إذا تأن خلية شو عم باخ لا تكون محترمة، يعني لا يمكن أن يتطهر بورق المصحف وأوراق العلم إكيخ تأن خلية شو عم باخ توصونا إذا شي تاني تعلم دول شو مغا إيهم خلدي شادات عن تون دعبوه ولا بطعام الإنس ولا بطعام الجن إشتات أن ولا شات عن بوه أدمي يا أمخا يا جن يا أمخا ولا بطعام دواب الإنس ولا دواب الجن يخ إشت أدمي حايبنا شغا تولي لي شل يا جن شلي لي شل حايبنا شتير تار تار تاني تار يوشل يا أمخا تان تضعهم تار تاني لابد من استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل، هذا أقل شيء. إذا حصلت الطهارة، حصل النقاء، رجع المنديل والحجر جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط، هذا معناه أنه حصلت الطهارة. يخشى كيخ توي مسيتو تنو ينجو ديها كيخ دي اول بريول كيخت اوجه تن تنغاها اي اوجه تن ويوتن دي تش دو تن اخ اذا رجع المنديل او الحجر فيه اثر نجاسه لابد ان يعيد اخ شي اتن ولا الزمان جوها تن مسيتو ذا ليل جو دا اي تو اي كيخت دها تا بيغل تنغاها ميل بيغل اخ قي سوول يمسح ويمسح حتى يرجع المنديل جافا ليس في أثر لا بول ولا غائط. تها شيء تها حق الله تها بيوغ الخير وش أتحول دقات شلتة بيوغ يوغ إتأن ويوتو. السنة أن يقطع على عدد فردي، يعني خمسة أحجار سبعة أحجار تسعة مناديل هكذا. سنة مود وباخة إذا قم يبقي يا ورخ إشتل أتشيسلش ثاني ستر أولى دعون باخة. يبتعد عن الوساوس قدر المستطاع يوخا شين دكجو يوخ شالا ويل شاقين وولهم